المقاولاتية النسوية، الفرص والعقبات، محور أشغال الملتقى الدولي الخامس المنظم من طرف كلية الاقتصاد بجامعة بسكرة. فهل المقصود من ذلك كل نشاط حرفي تمارسه المرأة في الورشة، أم المقصود كل ما له صلة بالأشغال العمومية والبناء؟ حسب الدراسة الميدانية تاعي وجدت بلو أنه النساء في بسكرة لهم رغبة ملحة في إنشاء مؤسسات، لكن روح المقاولة لا نلمسها فيهم. بمعنى أني لما طرحت عليهم سؤال درجة المخاطرة اللي يمكن يتحملوها، قالوا لي لا اسمع حبسي، درجة المخاطرة ضعيفة نتحملوها، معناتها روح المقاول ما عندهمش. بمعنى أنهم لما يفتحوا مؤسسات حيفتحوهم في ميادين حرفية، ورشات صغيرة. هذا وش لمسنا في دراستنا للنساء في بسكرة. فاطمة الزهراء واحدة من المستفيدات من وكالة دعم وتشغيل الشباب، اقتحمت ميدان الشغل منذ عام بمؤسسة متخصصة في النظافة والتطهير، لكن لم تحصل إلى حد الآن على أي مشروع. عندي عام اللي بديت مشروعي، لحد الآن ما استفدت بلا حتى مشروع. نسمعوا يهضروا على المرأة المقاولاتية، تشجيع المرأة المقاولاتية، إدماج المرأة في عالم المقاولة، لكن لحد الآن تبقى القرارات حبر على ورق، تجسيدها في أرض الواقع ما نقولوش منعدم، لكن ناقص كثير. بالرغم من الجهود المعتبرة التي تبذلها الدولة في بعث المرأة ولتمكينها من اقتحام المجال الاقتصادي ومجال ممارسة الأعمال المقاولاتية، إلا أن نلاحظ هناك إجحاف كبير أو نقص كبير في بالنسبة للمرأة للدخول في مجال هذه الأعمال. كثر الحديث عن دعم المرأة في جميع المجالات، غير أن لغة القرارات والمراسيم تصطدم بواقع يفيد بوجود هوة بين القرار والتنفيذ.